يشهد محل سيد أحمد الإسكافي بمدينة المدية إقبالا كبيرا، حيث يعتبره الكثيرون مثالا في كسب اللقوط الحلال لعائلته. نتعرف عليه مع معمر العروسي. من منا لم يصلح حذاءه عند عم أحمد؟ حياة بأكملها قضاها في هذه المهنة، كسب خلالها احترام سكان مدينة المدية لأكثر من 50 عاما. الحمد لله، إنسان يخدم هذه وما يروحش يدير حاجة أخرى، ها راه يبريكو يجي في نهارو والحمد لله، خير من اللي تروح تسرق ولا تروح تظل تدور في الزناق ولا دير كالصوالح عيانين، والفتها وراني معاها وخلاص. عمي أحمد احنا نعرفه من بكري، ملي كنا صغار وحنا نخدموا عنده. انسان هايل محترم ما شاء الله، وما خدمته هايله، وعندك تخدم ما عندكش ثاني، كيقول لك روح. انسان رائع ما شاء الله، نعرفه من بكري، وانسان خدام لاباس به، ويساعد المشتريه اللي عندك تخدم ما عندكش تخدم. مصير عم احمد واخرون ممن يزاولون هذه المهنه مجهوله، فلا تامين ولا تقاعد، وفي حاله عجزهم ومرضهم من قد يعيل عائلاتهم. مستقبل ما كان والو، تمرض السلام عليكم، تموت السلام عليكم، ما كاين والو، ما كاين لا لاسيرونس لا لا روتريت لا والو. يدرك عم احمد ان اليوم الذي لا يقدر فيه على دق مسمار اخر في حذاء ات لا محاله، لكن قله حيلته في كسب قوته تنسيه ذلك ولو للحظات.